بالنصيحة للأمة، للأئمة أولاً وللأمة ثانياً، لأن الأئمة إذا صلحوا صلحت الأمة، ولأن الذي ينصح للأئمة على وفق الشرع ومن ذلك المسارة بالنصيحة ومن ذلك وضوح الحجة ومن ذلك اغتنام الفرصة ومن ذلك الرفق ومن ذلك اللي يحسن نصيحة ولاة الأمور يحسن نصيحة العامة، ولا كل من يحسن نصيحة العامة يحسن نصيحة ولاة الأمور، ينبغي فهم هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قدم أئمة المسلمين على عامته، لأن نصيحة الأئمة أنفع تتعدى للعامة، ولأن الذي يحسن نصيحة الأئمة يحسن نصيحة العامة، وليس كل من ينصح للعامة يحسن نصيحة الأئمة. والأئمة يراد فيهم عند أهل السنة والجماعة الأمراء والعلماء، افهموا هذا، الأمراء والعلماء كلهم في اختصاصه، فالعلماء يبينون الشرع وحكم الله عز وجل في النازلة، في القضية، في المستفتى بشأنه، وولاة الأمور ينفذون، واضح؟ علماء الشرع يجتهدون في تطبيق النصوص على النوازل والقضايا، ويستخرجون الأحكام بالدراسة والتأمل والمشاورة بعضهم لبعض وغير ذلك. ولاة الأمور هم المعنيون، معنيون، معنيون بأمر السلم والحرب، العهد ونبذ العهد، تأمين السبل، تنفيذ الأحكام، الحدود اختصاصا، توفير الأمن العام، إعداد الجيوش، حفظ الثغور، مثل ما قلنا نبذ العهد، عقد العهد أو الذمة ونبذه إذا اقتضت المصلحة، ويعطون مهلة للعدو، كذلك عقد السلم، اتفاقية مؤقتة مفتوحة، وكذلك أمر الحرب، الإعداد، هذه مسؤولية ولاة الأمر، الحكام، سياسة الأمة، هذه ليست لغير الحكام، وحسب غيرهم أن يشير عليهم ينصحهم فقط، إن قبلوا فذاك، ما قبلوا أدى الذي عليه. لا بد من فهم هذا، إن هذه أمور لبس عليها كثيرا وكتم كثير من أحكامها وفسرت بعض نصوصها بما يخالف الحق اتباعا للهوى. تحيات المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بقيق، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.